ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس اللي منورانا ومشتركة معانا على قناة تدريب كلاب ونضيف زمن نور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. تحياتي للجميع طبعا يا جماعة، منوريني على قناتي تدريب كلاب ونضيف زمن نور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. يا عم أنت مصمم إن أنت الناس يشوفوك؟ مصمم؟ بس أسمر بس نص الجمال. أسمر بس نص الجمال. أسمر نص جمال إيه يا عم؟ طبعا يا جماعة أنا قاعد دلوقتي أنا والمنافس بتاعي اللي هو بينافسني على القناة بتاعته، اللي هي طفل في جزيرة الكلاب. مش طفل بقى، ده طفل في جزيرة الكلاب، تمام؟ اللي هالهولة اللي قناته النهاردة في واحد عمل قناة على نفس الاسم برضو، وخد الفيديوهات بتاعته عرضها على القناة ديت. والخيبة كمان ان القناة ديت اللي هي طفل في جزيرة الكلاب التانية اللي هي اللي هي التقليد ديت عاملها علشان وحط عليها حلقات اباحية، فيديوهات اباحية وفيديوهات جنسية وكلام من ده. طبعا ده مبدا غلط، انا ما بنصحش اي حد يا جماعه يعمل قناه. لو بتعمل قناه اول حاجه تفكر فيها هي فكر ان انت تفيد الناس ازاي، وتوصل لهم الفكره وتوصل لهم المعلومه ازاي، باي طريقه، بطريقتك، بطريقه، بص الطريقه اللي انت تقدر عليها توصل بقى المعلومه للناس هي دي اللي انت تعمله، وده فعلا اللي انت تمشي عليه. طبعا فوجئت النهارده في التعليقات عندي على القناه بتاعتي، بصيت لقيت واحد كاتب لي كابتن الحق ابنك منزل على القناه بتاعته فيديوهات فيها جنس وكلام من ده. طبعا انا استغربت للموضوع، وفي ناس ردت عليا قالوا لا مفيش الكلام ده. وطبعا ربيتنا والتربيه اللي احنا بنربيها لاولادنا والتربيه اللي احنا تربيناها ما تسمحش بالكلام ده، ومفيش عندنا الكلام ده الحمد لله. دخلت بالفعل لقيت في قناه تانية نفس القناه، بس الفرق بين القناه دي والقناه ديت ان كلمه جزيره الكلاب، كلمه جزيره، القناه اللي هي التقليد اللي هي مش بتاعتنا، التاء مربوطه معلهاش نقطتين، لكن القناه بتاعتنا التاء مربوطه عليها نقطتين. ادي حاجه، ده الفرق بينهم. وطبعا التاني منزل فيديوهات بتاعت ياسين يمكن 15 فيديو، وفي وسطهم فيديوهات اباحيه وفيديوهات جنسيه وكلام من ده هو منزل. المهم ان هو عايز يجيب كميه مشتركين او كميه مشاهدين او الكلام ده كله. لكن القناه بتاعت ياسين طبعا قناه عباره عن قناه ترفيهيه، بتخلي الاطفال يبصوا للحيوان من ناحيه الرحمه شويه، من ناحيه الاهتمام شويه، من ناحيه الكلام ده كله. الموضوع بتاع ياسين كله هي نعم قناه تافهه، موضوعها كله الكلب البلدي راح، الكلب البلدي جه، ام الكلب البلدي خلفت، ام الكلب البلدي ولدت، جت رضعته، جت نيمته. هو موضوع تافه شكله كده، تمام؟ بس في ناس كتير الحمد لله حباه، وناس كتير اندمجت للقناه، وناس كتير متابعينه من كل مكان. وتحياتي ليهم كمان المشتركين دولت، مع انهم واكيد اغلبيتهم من عندي من على القناه. تحياتي للجميع وتحياتي لكل واحد متابعنا، ان كان انا ولا ان كان ياسين. طبعا النهارده بقى يا جماعه مقدم لكم مفاجاه، احنا فوجئنا بقى النهارده الحمد لله. طبعا ده بنفسكم وبحبكم وبثقتكم، لان احنا عمرنا ما هنتقدم قدام خطوه الا بيكم انتم وبثقتكم انتم فينا وبمحبتكم. طبعا النهارده بالنسبه لقناه تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور، الحمد لله جالي الجواب بتاع جوجل ادسنس النهارده. طبعا لسه القناه كده بدأ هتشتغل كمان، هي على 23 او 25 الف مشترك الحمد لله. ده طبعا بنفسكم انتم والمشتركين، انتم اللي بتوصلونا بفعلا للنجاح وبتوصلونا للمقدمه دايما. النهارده جالي الجواب بتاع شركه جوجل ادسنس، طبعا الحمد لله هتبدا القناه تتفاعل اكتر وتشتغل اكتر، وهنحاول ننزل عليها في كميه فيديوهات كتيره. الاول يا جماعه والله اول ما دخلت على القنوات ديت وفكرت في اليوتيوب والكلام ده كله، انا عامل القناه بتاعتي دخلتها في حوالي 5 6 سنين، موضوع الارباح او الاعلانات اللي على الفيديوهات والكلام ده كله طبعا هو بادئ من سنتين بالظبط مش اكتر. هنا ما كانش عندي خلفيه عن الكلام ده، يعني كانت الفكره من عمل القناه ديت ان نوصل للناس بس مش اكتر، والناس تشوفني والناس تسمعني. طبعا في منتقدين كتير وفي ناس بتغلط فينا كتير على القناه، كنت بزعل لما بلاقي حد كاتب تعليق بيشتمني او بيغلط فيا او كلام من ده، لان مش كلنا بنربي كلاب يا جماعه، مش كلنا بنحب تربيه الكلاب، في ناس تانيه ما بتحبش تربيه الكلاب فبيخش يتفرج يجي شات. يا عم بابا. فبيخش يتفرج، تضحك على ايه؟ فبيخش يتفرج يجي شاتم، تمام؟ المهم طبعا كنت بزعل لما الاقي حد عيب بقى. تمام؟ هنوديك بعيد. تمام؟ كنت بزعل لما الاقي حد يا جماعه بيشتم او بينتقد او كلام من ده، حتى قناه ياسين اللي لسه طفل في اولى ابتدائي في ناس بتخش تشتم كمان في الحلقات اللي هو بيعملها وبينتقدهم طبعا. كنت بزعل، ولما بشوف التعليقات دي بزعل وبرد عليها في حلقات وكلام من ده. فجيت كنت من نيمه يومين كنت شغال على اليوتيوب، ودخلت في قناه بتاعت واحد راجل علامه، يعني
من ضمن العلماء وفي الدين وفي الاسلام وفي الكلام ده كله، وبنتفرج على الحلقه بتاعته. فقلت خش نكتب له تعليق كويس، دخلت فعلا لقيت برضو في ناس بتشتم. يعني انت لو ايه بالذي كده كده بتتشتم على اليوتيوب، او في ناس بتنتقدك على اليوتيوب، وطبعا الانتقاد بيبقى اغلبيته ما فيهوش احترام وما فيهوش ادب وما فيهوش تقدير للي بيعمل الحلقه. احنا بنعمل يا جماعه المحتوى اللي احنا بنعمله او الحلقه اللي احنا بنعملها او الفيديو. طبعا هو النهارده الجمعه، ما لناش ان احنا نتكلم في الكلاب لان النهارده اجازه. احنا بنعمل الحلقه او المحتوى او الفيديو ده علشان ان ناس معينه، ناس بتتابعنا، ناس حابه الموضوع، مش عشان كل الناس والله. يعني احنا بنعمل فيديوهاتنا تدريب الكلاب وربايتهم وجوازاتهم، وطبعا في ناس بقى ساعه ما تشوف جوازه الكلاب تيجي داخله تجري تتفرج عشان تشتم وتغلط وكلام من ده. لا، احنا بنعمل الكلام ده لناس معينه، ما بنعملوش لكل الناس. حضرتك مش محتاج حاجه من على قناتي غير ان انت تنتقد او تغلط او كلام من ده، يبقى حضرتك تتفضل تسيب القناه، ومفيش داعي تتعب نفسك وتضيع وقتك في انك تتفرج على حلقه عندي على القناه. الحاجه الثانيه، بقول للي سرق الفيديوهات بتاعت ياسين ديت، اللي بيسرق كل ما ياسين ينزل فيديو، هو مش ياسين بينزل، اللي بينزل ده اخوه يوسف اللي بينزل له، او اخته اللي بتنزل له الحلقه، تمام. ويوسف اللي ساعات بيعمل له مونتاج كمان بتليفون كده عادي، الموضوع عادي، وما بيصوروش على فكره بالكاميرا الكبيره اللي احنا بنشتغل بيها، لا بيصوروا بالتليفون. هم الاطفال حابين تربيه الكلاب و بيعشقوا الموضوع بتاع تربية الكلاب جدا، وانا حابب ان اطفالي تبقى كده الحمد لله، لان لما ابني يحب تربية الكلاب افضل بكتير من انه يبص لواحد صاحبه او يمشي مع واحد صاحبه في سكة غلط او الكلام ده كله. فالحمد لله ولادي انا مسيطر عليهم وتحت باطي، ما بيتحركوش شمال ولا يمين الا بامري. طبعا التربية اللي انا اتربيتها بحاول ان انا امررها لاولادي برضو بتربية محترمة بتربية كويسة. في نفس الوقت عندي على فكرة ياسين بيصلي ويوسف بيصلي ونور بتصلي وموم بتصلي، وانا يعني مش هقول لكم اكذب واشتغلكم، يعني ممكن يوم الجمعه ممكن نصلي يومين ونقف يومين يعني، بس طبعا ربنا اللي بيغفر. طبعا احنا ما بنستناش العقاب بتاع الدنيا والاخره من العبد، احنا بنستناه من ربنا، والله اعلم طبعا كلنا فين في الاخر. لو احنا في النار ده يبقى قرار ربنا، لو احنا في الجنه ده يبقى قرار ربنا، طبعا محدش عارف نهايته ايه واخرته ايه. فيا جماعه انا بقول للي بيسرق فيديوهات ياسين، بقول له بكل ادب وبكل احترام، قدامك حل من الاثنين، يا اما انت تحذف الفيديوهات ديت تمام وتقدم اعتذار لياسين، ده غصب عنك، لان طبعا الفيديوهات من قيمه ساعه انا عملت لها بلاغ رسمي على اليوتيوب، وما تنساش ان انت اللي بتاخد فيديوهاته ده والده او باباه يعتبر يوتيوبر وفاهم ازاي يحمل قناه ويحمل الحلقات اللي بتنزل ويحمل الحاجات دي كلها، واحنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس والحمد لله. الكلام ده كان بيحصل معايا زمان، كانت ساعات فيديوهات تتاخد، وعرفت طبعا مع على راي المثل اللي بيقول كتر اللطم يعلم البكا، عرفت نجيب حلقات ازاي ونجيب فيديوهات اللي بتتسرق ازاي والكلام ده كله. فما فيش داعي للي انت بتعمله لان كده عيب. لو انت حابب ان انت تشهر نفسك او تعمل لنفسك قناه او مشتركين، حاول ان انت تنزل محتوى يفيد الناس ويوصل للناس المعلومه ويبسط لهم الفكره، ومش شرط ان انت تبقى الموضوع في الكلاب، لان انت انا شايف ان القناه بتاعتك مشتته، حابه تنزل جنسي وحابه تنزل كلاب وحابه تنزل واحد بيغني وحابه تنزل مش عارف ايه. فيفضل ان انت الموضوع بتاعك ده تحاول ان انت تخلي قناتك على حاجه معينه وتركيز معين. طبعا انا بنصحك كوالدك او كاخوك الكبير او كاخوك الصغير، الله اعلم انت سنك كام او سنك قد ايه، بس ده تفاهه منك انت ونقص منك، فده طبعا عيب. يا اما تحذف الفيديوهات ديت، وممكن ما تلحقش ان انت تاخد قرارك انت تحذفها، اليوتيوب هيحذفها لك رسمي 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 غير المخالفه اللي انت هتاخدها على القناه طبعا، وممكن القناه في الحاله دي تتقفل، وفي نفس الوقت مش هتعرف تمشي الا لما انت تعمل محتوى انت اللي انتجته وانت اللي اخرجته. طبعا دي يا جماعه رساله انا بوجهها لكم، تحياتي لكل المشتركين اللي معايا على قناه تدريب كلاب ونضيف زمانور، تحياتي لكل المشتركين اللي وقفوا جنبي على قناه تدريب كلاب البحيره لما وقفنا القناه على رجليها تاني، وتحياتي للمشتركين اللي عند الولد المعفن ده هو قاعد ينام اهو تمام. طبعا الكلب البلدي هو مهتم بيه يا جماعه، بحب اطمنكم عليه، هو مهتم بيه تمام، ومراعيه وبياكله وبيشربه 100%. في كمان ناس ثانيه كانت حابه تشوف الجرويه ليتا، طبعا بقالنا فتره ما نزلناش، في ناس قلقوا عليها فين ليتا فين ليتا راحت فين. طبعا ليتا موجوده، كامل البوكس اللي تحت تمام. طبعا ليتا يا جماعه موجوده، هنصورها دلوقتي تمام، و
ربنا يبارك لنا فيها يا رب، وتحياتي للجميع وتحياتي لكل مشترك معايا. هنشوف ليتا دلوقتي وننهي معاها الحلقة. ادي يا جماعة ليتا اهي، تمام. ادي يا جماعة ليتا اهي، تمام، عشان الناس اللي كانت قلقانة عليها تطمن ان ليتا موجودة. احنا ما دعناهاش ولا حاجة. خد ياسين قدامك انا. طبعا ليتا احنا قدامها يومين ثلاثه يا جماعه على فكره، او اسبوع كمان لو ودانها، هي ودانها الحمد لله بدات تقف على طبيعتها وهتبقى تمام التمام، بس محتاجه انتصاب اكتر. ممكن اعمل لها دعامه وممكن لا طبعا، عشان تبقى الكلبه شكلها جميل جدا وتمام التمام. وفي الاخر ونقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل المشتركين، وما تنسوش تعملوا الحلقه ديت لايك وتعملوا شير عشان كل الناس تعرف ان هي ما ينفعش انها تسرق حاجه مش ملكها او تسرق محتوى مش ملكها، وكل الناس تعرف ان احنا الحمد لله جالنا الجواب بتاع ادسنس ومعاكم مكملين. طبعا عمرنا ما احناش هنرجع ولا هنتاخر عليكم في الحلقات، ومن بكره باذن الله هنرجع ننزل حلقات اللي كلكم محتاجينها وكلكم حابين تستفسروا عنها. تحياتي ليكم، ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وتعملوا شير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز ايه؟ عايز تقول حاجه؟ اه اه انسوا اعملوا اشتراك ورير. اشتراك ورير يعني اشتراك وشير يا جماعه، انا بنترجم اشتراك ورير يعني اشتراك وشير. ورايك رايك اللي هو كده ده، تمام. ايه تاني؟ لايك. وفعلوا الجرس. اه يعملوا ايه؟ فعلوا الجرس. فعلوا الجرس، تمام يا جماعه. و... سلام عليكم. وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا جماعه مع السلامه.